بتحصل حالة من الزعل من المسيحيين اللي بيتفاجئوا باللي حصل، وبيظهر سؤال مين اللي كسر الصليب؟ لأول مرة بتشير الاتهامات للمسلمين، بالرغم من محاولة بابا الكنيسة نفسه انه يهدي الامور ويقنعهم ان اكيد اللي حصل كان بالصدفة وما وراهوش اي تخطيط. ازاي تعمل فيلم كوميدي جدا عالمي وفي نفس الوقت يكون بيناقش قضية مهمة جدا، يضحكك على نفسك بس في نفس الوقت يخليك تدور على المشكلة اللي انت عملتها لنفسك؟ كل ده قدرت تعمله المخرجة اللبنانية الكبيرة نادين لبكي، واللي شاركت في كتابة السيناريو والإنتاج والتمثيل في فيلمنا النهاردة وهلأ لوين. نادين اللي اتخرجت من كلية الإعلام جامعة القديس يوسف ببيروت سنة 1997، عاشت تجربة الحرب الأهلية اللبنانية كلها واللي استمرت 16 سنة كاملة من سنة 1975 لحد 1991، يعني طفولة نادين كلها كانت خلال فترة الحرب، وده اللي كان سبب في كتابة فيلمنا النهاردة واللي أخرجته سنة 2011، وكمان كانت عملت قبله فيلم كراميل في سنة 2007، وفي سنة 2018 عملت فيلمها اللي زي ما بنقول كده كسر الدنيا، فيلم كفر نحوم، والفيلم ده خد وترشح لجوائز كتير جدا هنتكلم عنها لما نعمل له حلقة خاصة بيه. السينما اللبنانية واللي بتعتبر من أقدم السينمات في العالم، وده لأنها بدأت مع السينما المصرية في أواخر العشرينات من القرن العشرين، فضلت لمدة حوالي 50 سنة سينما تجارية جدا. ونفتكر أن بعد نكسة 1967 أغلب الممثلين المصريين سافروا لبنان وعملوا أفلام هناك، لكن مع اندلاع الحرب الأهلية سنة 1975 بدأت فعلا السينما اللبنانية تختفي، لحد ما بدأت ترجع مرة تانية بعد انتهاء الحرب بكام سنة، وده كان في بداية الألفينات. رجعت بسينما شكلها مختلف تماما، ومش بس كده، لأ دول كمان استخدموا فكرة الديجيتال علشان يخرجوا أفلام بتكلفة قليلة لكن بشكل سينمائي مختلف جدا. الفيلم خد 6 جوائز عالمية غير انه ترشح لأكتر من جايزة، وهو فيلم حقيقي مميز جدا، واتمنى ان اللي ما شافهوش يشوفه، خصوصا انه بالعربي ومش محتاج ترجمة. فيلمنا النهاردة بيناقش مشكلة الحرب الأهلية بمنتهى الشياكة، واختصر الحرب الأهلية في قصة الضيعة زي ما بيقول اخواتنا اللبنانيين، او القرية الصغيرة اللي بتدور فيها تقريبا كل احداث الفيلم، واللي نجح في انه يشد انتباه حتى اللي ما سمعش عن الحرب اللبنانية، وللأسف هم كتير، للمشكلة الكبيرة الموجودة هناك وهي فكرة الطائفية الدينية والمشاكل اللي بيكون ظاهرها ديني لكن هي في الحقيقة مشاكل سياسية وصراعات على السلطة. يلا نبدأ قصة فيلمنا النهاردة. بيبدأ الفيلم بداية سينمائية رائعة جدا عن طريق مجموعة لقطات واسعة لضيعة أو قرية موجودة على قمة جبل، ضيعة معزولة عن الدنيا والحرب اللي دايرة، ومن الواضح إن فيها مسلمين ومسيحيين، وده بنشوفه من خلال الجوامع والكنائس مع صوت نادين لبكي بتحكي عن الضيعة. اللقطات اللي بنشوفها كلها الشوارع فاضية تماما من الناس. بعد كده بنشوف مشهد لسيدات لبنانيات لابسين أسود وماشيين في موكب عزة، وبرضه من الواضح ان فيهم مسلمات ومسيحيات، وبتبدأ السيدات في الضرب على صدورهم مع دقات الموسيقى التصويرية، وبيبدأ موكب العزة يتحول لرقصة جماعية مع استمرار اللطم على الصدور. بيفترق الموكب ده عند المقابر، لان شارع المقابر فيه مقابر مسلمين ومقابر مسيحيين، فكل مجموعة بتروح لمقابرهم علشان يترحموا على موتاهم. في بداية قوية جدا للفيلم بتوضح لنا احنا هنشوف ايه، مع نزول اسم الفيلم في لقطة كأن الكادر مقسوم نصين بالظبط، نص مقابر مسلمين ونص مقابر مسيحيين،
واسم الفيلم هنا له أكتر من دلالة خلونا نناقشها بس في آخر الحلقة. بنبدأ نتعرف على شخصياتنا من خلال مساعدة الكل الأمال، الأرملة المسيحية اللي بتقوم بدورها نادين لبكي، وده خلال تجهيزها للقهوة اللي بتعملها علشان يتجمع فيها سكان القرية. فبنلاقي إن كل واحد بيجيب لها اللي يقدر عليه، تلفزيون قديم ما اشتغلش من سنين، ودي نقطة مهمة جدا هنرجع لها كمان شوية، طبق دش وراديو جيبوهم الشباب اللي بينزلوا أقرب مدينة كل كام يوم كده علشان يشتروا حاجات الضيعة وبرضو يبيعوا منتجاتها الزراعية. بنلاقي برضو واحد جايب معزة وجاي، حتى الكراسي خدوها من الكنيسة، وبنشوف ان بابا الكنيسة نفسه بيشارك في شيل الكراسي دي، والكل مسلمين ومسيحيين بيساعدوها. برضو بنشوف مجموعة لقطات سينمائية رائعة للناس وهي ماشية بالليل وشايلين في ايديهم لمط جاز ورايحين حفل افتتاح القهوة اللي لسه مجهزتش كلها بس رايحين يحتفلوا. وبنفهم من الخطبة اللي بيقولها المختار او العمدة المسيحي ومن ملابس الناس ان احداثنا بتدور في فترة التسعينات في القرن العشرين، ومن خلال الحفلة بيتفرج سكان الضيعة لأول مرة على التلفزيون. اللقطات اللي بعد كده بتبين لنا قد ايه سكان الضيعة مسلمين ومسيحيين عايشين كأنهم عيلة واحدة. بعد كده بيبدأ يظهر خط رومانسي بين ربيع المسلم اللي شغال في النقاشة وبيشتغل في نقاشة قهوة أمال وبيكون معجب بيها جداً، وبنشوف أصحابه المسلمين والمسيحيين وهم بيشجعوا. بنشوف لقطات تانية لتجمع مجموعات من الناس في القهوة، وكان أغلبهم من الستات والراديو كان شغال، وطبعا مفيش راديو غيره في الضيعة كلها، وده لأن الإرسال ضعيف جدا والشباب شغلوا الراديو ده بطبق الدش اللي جابوه معاه. بيسمع سكان الضيعة لأول مرة أخبار الحرب الأهلية اللي دايرة، واللي سكان الضيعة زي ما قلنا ملهمش أي دعوة بيها. وهنا بتكون نقطة التحول الأولى في الفيلم، الستات بيبدأوا يخافوا إن الرجالة تسمع الأخبار دي فيتأثروا بيها، فبتغير أمال المحطة بسرعة مع قرار الستات بما فيهم أمال إنهم ما يشغلوش أي حاجة ممكن الرجالة تسمع من خلالها أخبار البلد، وبيضطروا يشغلوا أفلام فيها لقطات مثيرة علشان تلهي الرجالة، وده لأن القهوة زي ما قلنا أصبحت مكان تجمع الضيعة كلها. لكن بنلاحظ ان خطتهم الاولى بتفشل، وده نظرا لان بعض الرجالة كانوا مصممين ان هم يتابعوا نشرات الاخبار. فبتبدأ خطط الستات وهي الفكرة اللي قايم عليها الفيلم كله، وده علشان يحاولوا يبعدوا الرجالة انهم يعرفوا اي حاجة عن الحرب الاهلية اللي موجودة في البلد. بياخدنا الفيلم بعد كده في رحلة كوميدية لكل أنواع الخطط اللي بتعملها الستات علشان يوصلوا لهدفهم، واللي بتبدأ بأنهم بيخلقوا مشاكل صغيرة من اللاشيء والرجالة بتتفرج على التلفزيون علشان بس يغلوشوا على اللي بيتقال. من خلال فلاير صغير بيقع من واحد من الولدين اللي بينزلوا أقرب مدينة علشان يشتروا البضاعة زي ما قلنا، بتكون تاني وأهم خطة بتقرر الستات تعملها. الفلاير ده بيكون بتاع فرقة رقص روسي. مشكلة بتحصل بالصدفة لما ولد مسيحي من الولدين بيلاقي السماعات اللي في القهوة مكسورة، وطبعا بيكون واضح للمشاهد ان الستات هم اللي ممكن يكونوا عملوا كده، فبيقرر انه ياخد واحدة من السماعات اللي موجودة في الكنيسة واللي بالمناسبة بابها مفتوح دايما. وبالصدفة وهو بيعمل كده من غير ما حد يعرف بيكسر الصليب الرئيسي الكبير اللي موجود في الكنيسة، وبيهرب من غير ما حد يعرف، واكيد من غير ما ياخد السماعة. تاني يوم بتحصل حالة من الزعل من المسيحيين اللي بيتفاجئوا باللي حصل، وبيظهر سؤال مين اللي كسر الصليب. لأول مرة بتشير الاتهامات للمسلمين بالرغم من محاولة بابا الكنيسة نفسه انه يهدي الامور ويقنعهم ان اكيد اللي حصل كان بالصدفة وما وراهوش اي تخطيط. وبتبدأ حرب بين الطرفين،
وبيبدأ معاها تنوع خطط الستات علشان يشغلوا رجالتهم عن المشاكل الطائفية بكل الطرق. واحنا زي ما قلنا مش بنحرق أي فيلم، لكن بنديلك الدخلة ومفاتيح الفرجة على الفيلم. بنفضل مكملين مع الفيلم لحد ما بنوصل لآخر خطة بتعملها الستات، الخطة اللي ما بتخطرش على بال حد، واللي بتوصلنا لسؤال هلأ لوين؟ أو فعلا إحنا رايحين فين؟ سواء على المستوى البسيط لأحداث الفيلم زي ما بنتابعها، أو على المستوى الأعمق لفكرة الفيلم. لبنان اللي عاشت سنين من الحروب الأهلية نتيجة الفتنة الطائفية رايحة لفين؟ وإيه الحلول اللي الناس ممكن تعملها علشان تعيد بلد دخلت غرفة الإنعاش من سنين؟ الفيلم طبعا مليان بعناصر نجاح كتير، أهمهم السيناريو العبقري وإزاي تقدر توظف الكوميديا علشان تحل المشكلة غاية في الصعوبة. نادين لبكي وفريق الكتابة أبدعوا فعلا في فكرة معالجة المشكلة من خلال تبسيط الفكرة جدا، وده بيخلينا نفتكر مسرحيات دريد لحام الشهيرة جدا كأسك يا وطن وضيعة تشرين، وخصوصا ضيعة تشرين اللي برضه اختزل فيها مشاكل الوطن العربي في قرية أو ضيعة صغيرة. تاني حاجة أبدع فيها كتاب السيناريو هي الأفكار العبقرية اللي عملتها الستات علشان يلهوا رجالتهم عن التفكير في السياسة وأحداث البلد، أو حتى أنهم يتأثروا بأي مشاكل صغيرة ممكن تقلب بفتنة طائفية زي موضوع الصليب كده، واللي كان السبب في فتح النار بين الطرفين. في النهاية تحية كبيرة جدا لسيناريو رائع، دمه خفيف لأقصى درجة لكن بدون إسفاف أو سكتشات زي أغلب أفلامنا، واللي ممكن تشيل نص مشاهد الفيلم وما تأثرش على سير الأحداث. الحقيقة إن الفيلم ده درس كبير لكتاب السيناريو عندنا، إزاي تكتب سيناريو دمه خفيف ويشد المشاهد وفي نفس الوقت يكون بيتكلم عن مشكلة خطيرة جدا زي الفتنة الطائفية. العنصر الثاني كان عنصر التمثيل، والحقيقة أنا طول عمري بحب أشوف أفلام ما شفتش أبطالها قبل كده في أي أدوار تانية، لأن ده بيدي مساحة لخيالي أكتر أني أصدق الشخصية اللي قدامي، وده اللي حصل مع أبطال فيلمنا ما عدا طبعا نادين لبكي اللي شفتها كممثلة في أكتر من فيلم قبل كده. لكن بالنسبة لأبطال الفيلم التانيين أنا صدقتهم من غير ما أعرف الديانات الحقيقية لكل ممثل، صدقنا أن المسلم فعلا مسلم وأن المسيحي فعلا مسيحي. باقي عناصر الفيلم كلها كانت ناجحة جدا، وطبعا كالعادة هنتكلم عن التصوير وخصوصا في اهتمامه بالكادرات الواسعة اللي كانت أشبه بلوح فنية، سواء في استعراض القرية أو الناس أو حتى اللقطات السيمترية في بداية ونهاية الفيلم للمقابر، أو كمان اللقطات السيمترية للجامع والكنيسة. وبرضو خليني أقول زي ما قلت في فيلم عن إلي، كان في مشاهد جماعية كتير جدا أحيانا وصلت لأكتر من 10 ممثلين، نجحت حركة الكاميرا وتقطيعات المونتاج في استيعابهم كلهم بمنتهى البساطة والسلاسة. الفيلم ده فعلا لو ما كانش له فريق تصوير عبقري عمره ما كان هيقدر يحقق النجاح اللي حققه. اخيرا علشان ما اطولش عليكم، اخر عنصر مهم حابه اتكلم عنه هو الموسيقى التصويريه، واللي برضو كانت واحده من عناصر الجذب القويه جدا في الفيلم، على الرغم من ان الموسيقى مش واخده طابع شرقي، بالعكس دي كانت واخده طابع الموسيقى الفرنسيه بقلتها، واهمهم طبعا الاكورديون، إلا أن التيمة والميلودي كانوا معبرين جداً عن الأحداث وكانوا قريبين جداً من قلب المشاهد. في النهاية حابة أقول أن مناقشة المواضيع الكبيرة حتى لو مواضيع قومية مش لازم تكون بأعمال ضخمة الإنتاج ومباشرة، لا دي ممكن تكون أقوى وأكثر تأثيراً لما نختزلها ونبسطها. الفكرة بتوصل أسرع لأنك شلت من عليها كتير من التفاصيل اللي ملهاش لازمة.